أحييكم وهذا برنامج الصفحة الأولى، جولة في الصحافة حول العالم، وإليكم أبرز عناوين اليوم. فاينانشال تايمز تبرز تحذيرات اقتصاديين من انتهاء عصر العولمة والذي دام 3 عقود. ناشونال انترس تتحدث عن خيار زيلنسكي المؤلم لإنقاذ أوكرانيا. واشنطن بوست تقول قبل زيارة بايدن إسرائيل تطلق أكبر عملية إخلاء للفلسطينيين منذ عقود. وإلى التفاصيل، حيث أعرب صندوق النقد الدولي عن مخاوف من انزلاق العالم نحو الركود مع انخفاض الإنتاج الصيني بشكل حاد ومعاناة أوروبا من أزمة تكلفة المعيشة ومواجهة الأسواق الناشئة نقص الغذاء، ما يمهد الطريق أمام تراجع للعولمة. صحيفة الفاينانشال تايمز تناولت هذا الموضوع في تقرير يحمل هذا العنوان: تحذير من انتهاء عصر العولمة والذي دام 3 عقود. قالت الصحيفة إن المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس حذروا من نهاية العولمة في ظل التداعيات الجيوسياسية للحرب في أوكرانيا، إلى جانب الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية الناجمة عن جائحة كورونا. وأضافت أن إعادة توطين الشركات متعددة الجنسيات وإعادة التأميم بات أحدث التغييرات التي طرأت على الشركات الكبرى، ما أدى إلى تباطؤ وتيرة العولمة، مضيفة أن العولمة تواجه الآن مخاطر جراء إعادة التوطين والحمائية أو حتى في بعض الأحيان كره الأجانب. وأضافت الصحيفة كذلك أن الأونة الأخيرة شهدت تصاعدا في الحديث عن انتهاء عصر العولمة بين الشركات، فيما نقلت كذلك الصحيفة عن رئيس أكبر شركة أدوية في آسيا قوله إن عصر العولمة القائمة على التعهد بخفض التكاليف قد انتهى، حيث سيكون التركيز على التحول إلى شكل أكثر استدامة من العولمة، خاصة في ظل أزمة سلاسل التوريد. وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن البعض ألقى باللائمة في هذا التراجع للعولمة إلى انخفاض مستوى التعاون السياسي داخل مجموعة 20 في الوقت الحالي عند مقارنتها بالأزمة المالية الحاصلة في العام 2008، مضيفة أنه يتعين على القادة السياسيين التمييز بين الاختلافات الجيوسياسية الخطيرة وضرورة معالجة التحديات مثل الصحة العامة وتغير المناخ. على كل، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من دبي الباحث الاقتصادي السيد نايل جوابرة. مرحبا بك معنا سيد نايل على شاشة الغدو في الصفحة الأولى. في ظل إذن كل الأزمات الحاصلة من جائحة كورونا مرورا بالصراع في أوكرانيا، هل انتهى فعلا عصر العولمة وما الذي يعنيه ذلك على الاقتصاد العالمي سيد نايل؟ مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. بكل تأكيد هذا ما هو يؤدي إلى أن هناك انقسامات بالدول الكبرى والعولمة، أن هناك التواصل المباشر فيما بينهما، وخاصة الدول العالمية واللي هي أكثر اقتصادا. إن كنا نتحدث الآن في انعقاد مؤتمر دافوس، وإلى أن هناك بعض الدول ما زالت ضاغطة بشكل أكبر، إن كانت كما ذكرتي بأوضاع كورونا الصحية، وإن كان الأوضاع الجيوسياسية أي الحرب روسيا وأوكرانيا، ولا ننسى في 2021 وهي سلاسل الإمداد التي تأثرت بها جميع أنحاء العالم. وهذا كله يؤدي إلى أن يكون هناك اختلاف بين الشرق والغرب، وعودة هناك اتفاقيات جديدة لما هي الدول التي تعتبر أقل نموا بالنسبة لما كانت عليه في السابق، واتجاهها إلى اقتصاديات جديدة أو اتجاه إلى نمو جديد بالنسبة إلى دول أخرى، أي أن هناك ما زال الانتهاء من العولمة واتجاه إلى اتفاقيات جديدة تكون هناك اقتصاديا وسياسيا أيضا. طيب، حتى لا نفوت هذه النقطة، يعني حابين نفهم أكثر من حضرتك سيد نايل. منظمة التجارة العالمية تحذر من أنه انهيار العولمة سيكلف العالم 5 نقاط من الناتج المحلي الإجمالي، ما الذي يعنيه ذلك؟
أي أن هناك تخارج من هذه المصانع اتجاهها إلى دولها أو اتجاهها إلى دول أخرى بسبب أوضاع جيوسياسية أو بسبب هناك عوامل سياسية تؤثر على هذه الشركات. لاحظنا أن هناك شركات كبرى تتجه إلى أن يكون هناك التخارج، وأولها شركة أبل التي تعتبر أكبر قيمة سوقية، اتجاهها والتخلي عن وجودها في الصين إلى دول أخرى مثل سريلانكا أو اتجاه إلى سنغافورة أو عودتها كما كان يريد ترامب. بالنسبة إلى الشركات الأمريكية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سوف يكون هناك ضغط كبير على هذه الشركات الكبرى إلى سنوات قادمة، وهذا سوف يؤثر بالنسبة إلى أسعارها وبالنسبة إلى إنتاجها في الفترة القادمة. أي أن هناك شركات تكون أقل قدرة بالنسبة إلى ما كانت عليه في الفترة الحالية، تكون أكثر صعودا بسبب وجود الأيدي العاملة وبسبب قلة انتشارها في الفترة الماضية. عودة الشركات الرئيسية أو عودة الشركات الكبرى سوف يكون ضغط كبير على الدول الرئيسية مثل الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وأيضا أوروبا التي تتخذ من آسيا شرق آسيا هي دولها وموطنها وإنتاجها بشكل أكبر. إذن فشلت العولمة في خلق بيئة اقتصادية منصفة لبلدان العالم سيد نايل، أي البلدان الآن أكثر تضررا من كل هذه التغيرات؟ هي بكل تأكيد الدول الكبرى والدول العالمية. لاحظنا أن هناك سلاسل الإمداد التي كانت في 2021 تأثرت بشكل كبير الدول الكبرى وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وارتفاع نسب التضخم إلى أكثر من 40 عام هو ما أدى إلى وجود مشكلة سلاسل الإمداد. ووجود سلاسل الإمداد هي تأثرت بشكل كبير، أي وصول المنتج إلى هذه الدول، وهذا ما أثر عليها بشكل كبير. إلى أن لا ننسى أن أثناء جائحة كورونا وبعد جائحة كورونا وابتداء فتح الاقتصاد والنظرة المستقبلية بأن يكون هناك ضوء بآخر النفق، بأن يكون هناك استمرارية للاقتصاديات، إلى أن نشاهد هناك الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا أدى إلى أن يكون هناك اتجاه بشكل عودة إلى تقليل هذا الضوء بهذا النفق. ولا ننسى أيضا ارتفاع أسعار النفط التي طبعا تؤثر على هذه الشركات وإن كانت الشركات المنتجة، وأيضا بالنسبة إلى الشركات أو الدول التي تستورد النفط بشكل كامل، وهو ما سوف يكون عليها ضغط كما شاهدناه في الفترة الماضية مع سريلانكا. والدول النامية أستاذ نايل، يعني كيف ستتأثر؟ أين ستكون هي من كل هذه المتغيرات كذلك؟ هي بكل تأكيد سوف تكون لها الأثر السلبي الكبير، لأن تكون هناك احتياجات كبيرة. لا ننسى أننا ما زلنا في جائحة كورونا ولم نخرج منها بشكل كامل، وهي المؤثر السلبي على هذه الدول، وسوف يكون عليها الاتجاه بشكل أو اقتصاد بشكل جديد بالنسبة إلى الفترة القادمة. والدول النامية بكل تأكيد تحتاج مساعدات من الدول المتقدمة حتى يكون هناك صعودها، إلى أن هي المتأثر بشكل كامل بسبب استيرادها، إن كانت من المواد الأولية كوجود الحرب أو إن كانت أيضا بأسعار النفط المرتفعة التي هي تتأثر بها بشكل سلبي. شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات، ونشكر كذلك مشاركتك معنا من دبي الباحث الاقتصادي نايل جوابرة. ونواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. الإيكونومست تقول سيكون من الصعب على الاقتصاد الأوكراني أن يستمر في حرب طويلة، وتشير إلى أن تعليق جميع الصادرات البحرية يمثل ضربة موجعة لاقتصادها. أما الجارديان فتسلط الضوء على إعلان الأمم المتحدة تجاوز عدد النازحين حول العالم 100 مليون للمرة الأولى، وتشير إلى أن الإحصاء الجديد الكئيب يجب أن يكون بمثابة دعوة لإيقاظ المجتمع الدولي، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات على الصعيد الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري في جميع أنحاء العالم.
أما دي فيلت الألمانية فتتساءل هل تشمل مزايا الدولة بالنسبة للاجئين الأوكرانيين في المستقبل جميع طالبي اللجوء؟ وتشير إلى أنه بعد المساواة السريعة بين لاجئي أوكرانيا والعاطلين المحليين يطالب اتحاد النقابات الألماني والكنيسة الإنجيلية بنفس الشيء بالنسبة لطالبي اللجوء الآخرين. وتقول في التفاصيل إن الخضر منفتحون عليها، بينما حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا يرفضون هذا الطلب. كوميرسانت الروسية تكشف تراجع حركة خطوط الطيران الروسية بنسبة 30% في إبريل الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. تحت عنوان كيف تستعد واشنطن لأوكرانيا القادمة، تقول فورين أفيرز إنه يجب على واشنطن تكثيف دعمها للشركاء المعرضين للخطر قبل فوات الأوان. وتشير إلى أن أوكرانيا تمنح واشنطن الآن نموذجا عمليا لتعزيز قدرة حلفائها وشركائها على الدفاع عن أنفسهم وربما ردع الصراع في المستقبل. مع تفاقم الحرب في أوكرانيا وصعوبة التكهن بنهايتها، يجد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي نفسه في مأزق حيال خياراته لإنهاء العمليات العسكرية الروسية. مجلة ناشونال انترست تناولت هذا الموضوع في تقرير يحمل هذا العنوان: خيار زيلنسكي المؤلم لإنقاذ أوكرانيا. قالت المجلة في التفاصيل إنه في نهاية المطاف ستحتاج روسيا وأوكرانيا إلى التوصل إلى تسوية سياسية لوقف إطلاق النار. وأوضحت كذلك المجلة أن هذه التسوية سوف تتضمن خيارات ستكون صعبة على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي لكي يقبل بها، وأشارت إلى أن أول الخيارات سيكون السماح ببعض السيطرة الفعلية على الأراضي الأوكرانية من قبل روسيا أو وكلائها، بما في ذلك الموافقة على اتفاقية دونباس التي ترضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. قالت المجلة أيضا إن الرئيس الأوكراني من المحتمل أن يواجه خيارا صعبا يتمثل في تعرض مستقبله السياسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة في أوكرانيا، سواء قبل بالتخلي عن بعض أراضي أوكرانيا لروسيا أو رفض ذلك. تواجه الولايات المتحدة معضلة بشأن سفارتها التي أعادت فتحها في العاصمة الأوكرانية كييف بعدما أغلقتها قبل أيام من بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. صحيفة وول ستريت جورنال تناولت هذا الموضوع بتفاصيله في تقرير تحت هذا العنوان: البنتاغون يفكر في نشر قوات خاصة لحراسة السفارة الأمريكية في كييف. قالت الصحيفة إن مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين أمريكيين يدرسون الآن خططا لإرسال قوات خاصة إلى كييف لحراسة السفارة، وأن هذا الاقتراح لم يتم بعد تقديمه إلى بايدن. وبحسب الصحيفة، حذر مسؤولون أمريكيون من أن الموافقة على هذا المقترح سيمثل تصعيدا أمريكيا وتراجعا عن تعهد بايدن بعدم إرسال قوات أمريكية إلى الداخل الأوكراني. وأوضحت وول ستريت أن الخارجية الأمريكية تتعكف الآن على تحقيق توازن بين المخاوف من أن يستفز الوضع الأمني روسيا وضرورة ردع أي هجوم محتمل على الأفراد الأمريكيين، فضلا عن ضرورة تواجد عناصر أمريكية تساعد في إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين حال تفاقمت الأوضاع والقتال في كييف. أشارت الصحيفة أيضا إلى أن الخطة في مرحلتها الأولى تهدف لنشر عشرات من القوات الخاصة الأمريكية التي يمكن أن تعزز الأمن في محيط السفارة، وأن عددا من المسؤولين يرغبون في إعادة نشر القوات الخاصة والتي كانت تقوم بعمليات التدريب وتقديم المشورة للجيش الأوكراني قبل بدء العمليات العسكرية الروسية.
تواجه القرى الفلسطينية في الضفة الغربية تهديدا بالتهجير، خاصة في قرى المركز، بعد رفض محكمة الاحتلال التماسا ضد ترحيلهم. صحيفة الواشنطن بوست أشارت إلى هذا الموضوع في تقرير يحمل هذا العنوان: قبل زيارة بايدن، إسرائيل تطلق أكبر عملية إخلاء للفلسطينيين منذ عقود. قالت الصحيفة إن أعلى محكمة في إسرائيل أعطت الإذن العسكري لطرد أكثر من 1000 فلسطيني من قرية المركز، ما يمهد الطريق أمام قيام الاحتلال بهدم منازلهم، مضيفة أنه بعد أسبوع من صدور الحكم لهدم الاحتلال منزل يعود لعائلة النجار. وأضافت الصحيفة أن هذا الأمر يمثل بداية لأكبر طرد جماعي للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967، ومشيرة إلى أن المحكمة الإسرائيلية لم تتأثر بالوثائق التاريخية التي قدمها الفلسطينيون والتي تدل على ملكيتهم للمنازل. أوضحت الصحيفة أن هذه المنطقة والتي تبلغ مساحتها 8000 إلى 14000 فدان والمعروفة باسم مسافر يطا، تم تصنيفها من قبل سلطات الاحتلال منطقة إطلاق نار 918، وأن الهدف الحقيقي من هذا التصنيف هو إخلاء السكان العرب وتعزيز قبضة إسرائيل على المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة. قالت الصحيفة إن عمليات الهدم تثير قلق الولايات المتحدة، خاصة مع قرب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا المختلفة، نتابع أبرز عناوينها. نيويورك تايمز تقول: الأزمة السياسية في إسرائيل تم حلها لكن الحكم لا يزال تحت الضغط، وتشير إلى أن عودة النائبة عن حزب ميرتس اليساري غيداء ريناوي الزعبي عن انسحابها من الائتلاف أدى لتفادي انهيار الحكومة الوشيك، لكن كثيرين في إسرائيل يعتقدون أن أيام هذا الائتلاف الذي يملك 60 مقعدا من أصل 120 في الكنيست معدودة، وستتجه إسرائيل إلى صناديق الاقتراع في غضون أشهر لإجراء انتخاباتها الخامسة في أقل من 4 سنوات. لوفيغارو تقول: على الرغم من إجراء الانتخابات فإن لبنان متعثر، وتشير إلى أن الانتخابات التشريعية التي أجريت في 15 مايو أبعد ما تكون عن حل أزمات لبنان المتعددة، بل إنها تزيد من مخاطر وجود منصب شاغر دائم جديد على رأس السلطة التنفيذية، بينما تحتاج البلاد أكثر من أي وقت مضى لوقف انهيارها الاقتصادي والاجتماعي. والستريت جورنال تسلط الضوء على تقرير يكشف أن الصين تنفق أكثر بكثير من غيرها لمساعدة الصناعات المفضلة، وبحسب التقرير فإن الصين تنفق الكثير في مساعدة الصناعات المفضلة بالأموال الموجهة من الدولة والقروض الرخيصة وكذلك الحوافز الحكومية الأخرى أكثر من الاقتصادات الكبرى الأخرى. وتقول: من المتوقع أن يثير هذا التقرير الجديد الجدل في واشنطن وأماكن أخرى حول استخدام بكين للسياسة الصناعية. أما ناشونال انترست فتقول: لن تؤدي إزالة الرسوم الجمركية الصينية إلى إصلاح التضخم. أما الفاينانشال تايمز فتبرز توصية لوكالة الصحة العالمية بالاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بأن تعد استراتيجيات لبرامج التطعيم المحتملة لمواجهة حالات الإصابة بفيروس جدري القرود المتزايدة، وسط أدلة متزايدة على انتقال المجتمع للمرض. تفاقمت الأزمة السياسية في العراق بعد إخفاق الكتل الأنيابية في انتخاب رئيس الجمهورية، لكن الأونة الأخيرة شهدت طرح بعض المبادرات لحلحلة هذه الأزمة. صحيفة الشرق الأوسط تناولت الموضوع تحت هذا العنوان: بوادر توافق كردي يمهد لحل أزمة الانسداد السياسي. قالت الصحيفة إن الحزبين الكرديين الرئيسيين في العراق، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعيمة مسعود برزاني والاتحاد الوطني الكردستاني
الكردستاني بزعامة باقل طالباني توصل إلى أرضية مشتركة لفتح الانسداد السياسي الحاصل في إقليم كردستان والعراق. وأضافت الصحيفة أن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان برازاني قال إنه جرى إحراز نجاح في إيقاف الحرب الإعلامية بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، كما توصل إلى أرضية لحل الانسداد السياسي. وأشارت الصحيفة كذلك إلى هذا الأمر، أنه قد ينهي الخلاف الحاد بين الحزبين الكرديين حول منصب رئيس الجمهورية، إذ يصر الاتحاد الوطني الكردستاني على مرشحه للمنصب الرئيس الحالي برهم صالح، فيما يرشح الحزب الديمقراطي وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لنفس المنصب. بعد فيروس كورونا انتابت الجميع حالة هلع مما يعرف بجدري القرود، والذي ظهرت له حالات في عدة دول أوروبية مؤخرا. وإزاء ذلك حمل تقرير لمجلة نيوزويك تساؤلا مفاده، هل يجب أن نقلق فعلا من جدري القرود؟ وفيما يبدو أنها رسالة طمأنة سلطت فيها المجلة الضوء على تصريحات لخبير في اللقاحات وطب المناطق الحارة، قال إن التفشي الحالي لجدري القرود يجب ألا يكون مقلقا مثل فيروس كورونا، ومؤكدا أن احتواء هذا المرض يعد بالأمر السهل مقارنة بمكافحة وباء كورونا. قالت المجلة إنه رغم تخوف الناس من جدري القرود بسبب تجربته السيئة مع فيروس كورونا، إلا أنه لا يمكن المقارنة بين الوباء والمرض الجديد، مشيرة إلى انتشار المرض بشكل أقل، كما أنه له تاريخ ظهور قديم في بعض الدول والتي استطاعت التعامل معه بسهولة مثل نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. أضافت المجلة أن خبير اللقاحات قلق من خطورة جدري القرود، مشيرة إلى أنه يمكن العلاج من المرض مع وجود خيارات من بينها عقاقير مضادة للفيروسات تم تطويرها ضد المرض، فضلا عن وجود لقاحين أو ثلاثة للوقاية من الإصابة بالمرض. لكن المجلة حذرت أيضا من أن حالات التفشي التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة حتى الآن غير نمطية، لأنها تحدث في دول لا ينتشر فيها الفيروس عادة، فيما يسعى العلماء إلى فهم أصل الإصابات الحالية وما إذا كان أي شيء يخص الفيروس قد تغير. وصلنا بهذا الخبر إلى ختام جولة الصحافة العالمية، إلى اللقاء.